مرحبا بكم، معكم الشيف نائل، دارس الطهي باستنشاق في النرويج، تخصص في تغذية الرياضيين، تركيب الوصفات. اليوم حنعمل كيكة سفنجية بالشوكولاتة والفراولة. الوصفة ما بتحتاج محسنات، لا بتحتاج بيكنج باودر ولا بيكنج صودا ولا بتحتاج خل ولا بتحتاج أي شيء. عملوها مثل ما أنا عملتها وحتنجح معكم 100%. يلا بينا.
ساعات ناس كثير بتسألني بتقول لي اعمل كم بيضة اعمل بالكوب. يا جماعة البيض مختلف، هذه بيضة 60 جرام، في بيض 40 جرام، في 80 جرام، في 100 جرام. فأنا ما بقدر أنا أقول لك إنه حط أربع بيضات تكون الوحدة 60 جرام، تكون وحدة 100 جرام، تكون وحدة 40 جرام، وهذا بأثر على الوصفة. تشتغلوا صح لازم يكون في ميزان. ما بنفع الوصفات، إحنا تعلمنا هيك، ما بنفع الوصفات إلا يكون ميزان. أنا ما بدي أنا أنزل بس وصفة وخلاص مع السلامة، أو أنزل فيديو مع السلامة. حتى المعالق مقاساتهم تختلف، معلق بقولك معلقة شاي، معلقة شاي في منها أكثر من مقاس، أنا عندي أكثر من مقاس معلقة شاي. الكوب ناقص زيادة، فهو أفضل شيء الميزان. تستخدم هذه السائلة أو بودرة، ما في أي مشكلة، البودرة موجودة عليها. السبب اليوم استعملنا كيكة الفراولة. الفراولة تقريبا سعرات تبعتها معدومة،
قول الكيكة سعر تبعتها 400 سعرة 500 300 حسب نوع الكيكة. الفراولة 17 معدومة، فأنا لما ندخل 500 جرام فراولة في الكيكة أول شيء بتدي طعم كتير كتير لذيذ، وتاني شيء إنه بتخليها شوية صحية، وهذا بيس للي بيعملوا دايت. We'll be right back.
أنا حجربها، ولكن أكيد حقول طيبة شو ما كانت، ولكن أتمنى إنه أنتم تجربوها وتحكوا لي شو رأيكم بالتعليقات تحت، وأي استفسار لا تترددوا، كل شيء موجود في صندوق الوصف، وأي شيء بدكم إياه اكتبوا لي بالتعليقات وأنا جاهز على الرد. مع السلامة. أتمنى تشتركوا بالقناة وتدوس على الزر الأحمر على الجرس.